تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. أنا أحب يوم الثلاثاء دائما لأنه يكون يوم هادي تقريبا، بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، تطلع عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. عندي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل أبو نوح، صباحك ورد يا أبو نوح. وعندي معاي في التنسيق أميرة المري. إن شاء الله بنكون معاكم على مدى ساعة على الهواء، نتناقش فيها في المواضيع اللي تهمكم، آخر أخبار الصحة، عندكم اقتراح، عندكم ملاحظة، عندكم شكوى. خصوصا نحب دائما نركز على الاقتراحات، لأن دائما نقول أي خدمة تقدم هي مثل الكاس، تعرفون الكاس اللي يقول لك نصه متروس ماي، ممكن حد يشوف هذا الكاس إنه نصه مليان وحد يشوفه نصه فاضي، فاختلاف وجهات النظر نفس الشيء. فلما نقول للمتعاملين أو للمستمعين أنتوا اقترحوا علينا، لأن أنتوا تشوفون أي خدمة احنا نقدمها من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا احنا، احنا كموظفين نقدم هذه الخدمة لأن وجهة نظر معينة، لكن دائما وجهة نظر الأخرى تكون تضيف لوجهة نظرنا، وبالتالي نحصل على أفضل خدمة وأفضل مخرجات. فدائما قدموا اقتراحاتكم مو بس في صحة وسعادة، ترى وين ما تسيرون تحصلون خدمة في أي مكان. إذا شفت أن أنت عندك اقتراح، ما بنقول شكاوي، اقتراح يحسن الخدمة، دائما جدموا الاقتراح على الشكوى. اقتراح ممكن يكون اقتراح جدا بسيط لكن يحسن خدمة لمتعاملين آخرين، قدموا الاقتراح هذا. كل الجهات تقدر اقتراحات المتعاملين. ممكن بعض المتعاملين يكون عندهم فكر خاطئ أن أنا لازم أشتكي عشان يوصل صوتي، لازم أقدمها كشكوى عشان يسمعوني. بالعكس، الاقتراح كاقتراح، لما تقول أنا بقدم هذا كاقتراح يحصل صدى واسع عند أي جهة أنتوا تروحون لها. طبعا خصوصا في هيئة الصحة بدبي احنا الاقتراحات يقدمونها متعاملين، في بعض الاقتراحات طبقت، فتحنا خدمات جديده، مددنا ساعات خدمه بعض الخدمات الاخرى، كلها كانت ترى من اقتراحات المتعاملين، ونجيب المتعاملين ونكرمهم. وبما أنا أتكلم عن موضوع المتعاملين، لا تنسون أن في كل عيادة في شيء اسمه مثل مجلس المتعاملين أو ممثلين المجتمع، هم عبارة عن فئة جميلة من المجتمع يتم اختيارهم ويجتمعون معاهم كل شهرين ثلاثة أشهر ويناقشون معهم أمور العيادة، شو الأخبار الجديدة في العيادة، شو في جديد، وناخذ صوت المجتمع عن طريق المتعاملين، لأن طبعا صعب علينا نوصل لكل المتعاملين، فناخذ عينات من المجتمع، هم ممثلين يمثلون مجتمعهم. فأي حد ما سمع قبل عن ممثل المجتمع أو حتى أي حد حاب يشارك، يكون الشروط وايد بسيطة مثل ما يقولون، هي أن يكون عضو فعال، يعني يقدر يحضر الاجتماعات، يكون له رأي، يكون قادر أن يطلع آراء واقتراحات تساعد في تحسين الخدمة. فروحوا عياداتكم وقولوا نبغى نكون جزء من ممثلين المجتمع، وساهموا إيجابيا في تطوير مجتمعكم وتطوير الخدمات الصحية في هيئة الصحة بدبي. إحنا كالعادة في بداية كل برنامج على طول يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا أو فقرة التواصل الاجتماعي، ودائما يكون عندنا الجميلة قلبا وقالبا أسمى الجناحي تعطينا ما هو جديد السوشيال ميديا بالإضافة للرسالات الإيجابية اللي أنا شخصيا أتريها دائما. فنقول صباح الورد يا أسمى. صبحكم الله بالنور دكتورة، عليك على كل المستمعين واللي يشتغلون في إذاعة نور دبي واللي يسمعون البرنامج. حياك الله. قولينا يا أسماء. حاليا نحن موجودين دكتورة في المؤتمر الأكاديمي العالمي لطب الطوارئ واللي سيتم افتتاحه بعد قليل. وهذا المؤتمر يعني هو مؤتمر عالمي، مش مؤتمر يعني، فاختاروا دبي أن يقيمون في المؤتمر في هذه المرة. ممتاز. كذلك بس انت كنت تتكلمي عن موضوع الملاحظات والملاحظات الجمهور. أحيانا دكتورة هي تكون بعض الأشخاص يعني لما يكون موجودين يمكن يشوف مثلا يقول أنا موجود في الطوارئ بس الدكتور واحد مثلا أو شو الدكتورين، لكن أقسام الطوارئ مثلا نتكلم دائما نحن في مؤتمر طوارئ
نعم فيها ماينر وفيها ميجر. صحيح. في أشخاص بيكونون في الماينر، الحالات البسيطة، وفي الميجر الحالات. هذا الإنسان إذا ما تم تدخل في وضعه في أسرع وقت، هذا ممكن يعني بعيد الشر إنه يصير يتوفى أو شيء. صحيح. فالموضوع مو موضوع أنا كم أشوف، لكن الموضوع كم موجودين فعليا على أرض الواقع. ممكن أحيانا في بعض الحالات يحتاجون 5 أطباء يكونون عليه. صحيح. عشان بس إنه ينقذونه. فهاي الأشخاص، فكل المراكز الطوارئ موجود عليها تصنيف الطوارئ. فإذا أنت حسيت إن أنت مثلا طولت، شوف تصنيف الطوارئ، أنت وين موجود؟ يعني مثلا إذا أنا مثلا منزتمة ولا أحس إن مثلا بألم معين، ممكن في شخص إيده كاملة انقطعت في حادث ولا مكتورة. صحيح. فدائما نحن يعني نشوف هم عندهم وجهة نظر، إنهم يشوفون جزء مثل ما قلتي، لكن في جزء ثاني خلف الكواليس في أشياء ثانية ممكن تصير. ولكن كل ملاحظات مو بس الرقم المجاني والبريد الإلكتروني، أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي نحن نسمعهم، ونحن أصلا موجودين عشان ملاحظاتهم حتى شكاويهم، نحن موجودين لخدمتهم، لأن وجودنا نحن لخدمة المجتمع. بالضبط. صحيح. أيضا نعطي بعض الأشياء أو الفيدز اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن يوميا عود المستمعين نعطي نصيحة بخصوص في بمناسبة تحدي دبي للياقة. ونصيحتنا اليوم تقول إذا تمكنت من المشي مسافة 1.5 كيلو متر خلال 16 دقيقة أو أقل، فسوف تحرق المزيد من السعرات الحرارية لكل كيلو متر إضافي. كيلو نص خلال كم؟ يعني 1.5 كيلو متر خلال 16 دقيقة أو أقل. بعدها أي كيلو متر إضافي بتحرق أكثر وأكثر. يا سلام، والله 13 يعني دقيقة وشي، يعني مدة معقولة. بس كيلو وايد. صدق. يعني ما أعرف، أنا أحسها وايد، بس في ناس متعودين. بس لا والله، يعني يعني هذا دائما الناس تقولك ما عندي وقت، جدا بسيط. يعني حتى الوقت يا أيمن، حتى المخرج يقول، يعني الناس دائما تقول ما عندي وقت أمارس رياضة، يعني أنت تقول 13 دقيقة. يعني دكتورة اللي بصلة ما تفوته. بالضبط. بصلة ما تفوته يا أسماء. صحيح صحيح حبيبتي. بعد نصيحة نحب نقول للجميع، ترى تفضلي أوقفوا الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا الموسمية متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. صحيح. اللي عليهم من رسل التصنيع الرقم المجاني 8342، ويقول يا جماعة أن أنا أبغى أطعم الإنفلونزا. ما حد يقول لا، لأن بعدين إذا عندكم واحد كبير في العمر في البيت، الحريم الحوامل، الأطفال فوق 6 سنوات، أحيانا الحمل أو الإنفلونزا تودي، يعني ممكن الحمى ما تنزل بسرعة، لأن هي إنفلونزا موسمية. فنتمنى أنهم يقون نفسهم يخفون التطعيم. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي هي تقول لا نعترف بوجود المستحيل في دولة الإمارات، وإن أردت أن تحقق ما تتمناه فعليك أن تؤمن بعدم وجودها. يا سلام عليك. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء. بخصوص تطعيم الإنفلونزا اللي كانت تقول عنها أسماء، طبعا الحين موسم الإنفلونزا، والله يحفظهم كثير من الأطفال، خصوصا مرضى وحتى الكبار، الحرارة والكحة والزكام. فأول ما يسون بخير على طول تلاحقوا وعطوهم تطعيم الإنفلونزا. أنا شخصيا من تجربتي الشخصية، أنا وعيالي خذناه السنة اللي طافت، الحمد لله الحمد لله مرت علينا السنة، يارنز تشام لكن كان خفيف، ما يتنا الإنفلونزا شديدة. عن هالسنة شوية تأخرت للأسف، تمكنت منه الإنفلونزا، عيالي الاثنين الله يحفظهم كانوا مرضى أمس مدة يومين مع حرارة وشي. فالحين إن شاء الله بس أترامي تعافون، وأنا بصير باخذ معهم تطعيم الإنفلونزا. فمهم جدا يا جماعة تأخذونه، فعلا يقلل أيام المرض ويقلل حدة المرض. من تجربة شخصية أنا صراحة سنوات ما أخذ تطعيم الإنفلونزا، كنت أقول يعني زين اليوم باكر وتطوف الأيام ما أخذه، بس يوم أخذناه الحمد لله السنة طافت، الحمد لله مرت السنة، ما اضطريت يتغيبون عن المدرسة يوم، ما اضطريت أنا أغيب عن الدوام يوم، لأن الحمد لله كان الزكام يوم خفيف. لكن هالمرة مثل ما قلنا أخرناه، فيات الإنفلونزا شوية قوية، فإن شاء الله بناخذها. هذه دعوة للجميع، مروا مراكزكم الصحية وخذوا تطعيم الإنفلونزا. إحنا رح نطلع فاصل أيمن، بعد الفاصل نأخذ مع التغذية عشان ما نطول. فرح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600551414، ورسائل النصية على 4006.
الحين نروح لفقرة التغذية. أنا بالعمالة أخذتها مثل ما يقولون بعد الفاصل، لأن أبعطي خبيرة التغذية وأخصائية التغذية وقت إنها تتكلم وتقول عندها ما قاطعنا. الموضوع مهم، هو موضوع كيفية كيف يتخلص الجسم من السموم، وهذا ترى موضوع دارج. تروحون سوشيال ميديا تحصلون وايد خرافات، هذا الشاي يخلص السموم، هذه ما أدري كريم يخلص من السموم. فنبغى نعرف كيف يتخلص الجسم من السموم مع أخصائية التغذية الأستاذة نجلة درويش عبيد. صباح الورد يا نجلة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة نداء. أهلا فيك. خبرينا يا نجلة، شو كيف يتخلص الجسم من السموم؟ لازم يشرب شاي؟ بداية حبيت أصبح المستمعين الكرام، أقول لهم إن شاء الله نهارك سعيد. طبعا كيف يتخلص جسمك من السموم؟ مثل ما ذكرتي في كثير من الشائعات والناس ما تعرف شو معنى السموم أو كيف حتى يتخلصون منها في الجسم. فبداية حبيت أول شيء أعرف على موضوع، يعني نعرف موضوع السموم هي مواد ضارة سواء كانت من عوامل خارجية من ملوثات أو حتى من خلال تناولنا للأغذية المعالجة أو حتى من التفاعلات اللي تحصل من العمليات الهضمية اللي تحصل في الجسم. نعم. أثناء الهضم في المعدة. طبعا كيف أعرف أن أنا عندي سموم في الجسم؟ إذا حسيت أنه كان في إمساك بشكل مستمر، إذا حسيت بآلام بالعضلات أو تشنجات، زيادة الوزن المفاجئة، التعب المستمر، مشاكل الجلد، الأرق، التوتر، هاي كلها يعني على الأغلب تكون تقريبا من باب مسببات السموم اللي ما تكون موجودة في الجسم. طبعا ليش قلنا عنها أسباب أو أن بعض العوامل قد تظهر وأسبابها؟ أن الناس تتبع أنظمة خاطئة وأنماط غذائية خاطئة، بالتالي أنهم ما يتحركون أو ما يمارسون أي نشاطات رياضية خلال اليوم، أو حتى الحركة العادية تكون عندهم قليلة، يعني هم يقتصرون حركتهم حتى من مواقف السيارات لين الأماكن أو للمكاتب أو حتى المولات بخطوات جدا محدودة. لو يقدرون والله عادي كان دخلوا السيارة داخل المول عند الدكان يقفون معنا. فعلا ونحن دائما حتى مع تحسن الجو نقولهم شوي بعدوا السيارة وحاولوا تمشون، يعني استغلوا حتى لو 5 دقائق 10 دقائق، هاي ترى تترك أثر صحي للجسم يعني صحيح. على نهاية اليوم بعد ما نجمع. طبعا قلة شرب الماء كذلك من ضمن الأسباب، ومثل ما ذكرنا اللي هو اتباع الأنماط الغذائية الخاطئة. طبعا عشان نتعرف كيف نتخلص من سموم الجسم، مهم جدا ان احنا نركز على الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على 5 مجموعات غذائية، هي الخضروات، الفواكه، طبعا البروتين عندنا من اللحوم والأسماك، عندنا كذلك الكربوهيدرات اللي هي النشويات، ونركز انها تكون نشويات معقدة، والخبز الأسمر أو نقول نحن اللي هي الحبوب كاملة النخالة، وكذلك منتجات الألبان. طبعا نحن في هالحالة عشان نخلص السمنة من السموم، نحاول ان نحن نكثر من الخضروات بشكل عام، سواء كان يقدم بالسلطات أو حتى كثير نسمع عن الديتوكس دكتورة ندى، نسمع ان مثلا مشروب صحي مشروب ديتوكس، بس الناس ما تعب شو المشروب، أو ممكن حتى تضيف سكر زيادة بالمشروبات هاي، أو أنها تركز أنهم يأخذون عصائر وتكون مركزة فيها كميات سكر، بالتالي بيأثر يعني على صحتهم وما بيخلصون من السموم الموجودة عندهم في الجسم. لكن نحن نقولهم إذا بيركزون أنهم يأخذون مشروب الخضروات، يحاولون مثلا يركزون على الخضروات اللي هي مثل السبانخ، البقدونس، كذلك اللف، ونقولها مثلا لازم يحطون فيها حبة فاكهة بحيث أنها تطغي على الطعم. دكتور بطبيعة الخضروات كل مرة شوي، فنحن نحاول ندخل مثلا معها تفاح أخضر أو حتى الرمان بحيث أنه يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تخلص الجسم من السموم، والخضروات بدورها تقوم تنظف الأمعاء والجهاز الهضمي من السموم اللي متراكمة في الجهاز الهضمي. وبنقولها بدال ما يستخدمون على سبيل المثال السكر أو يضيفون حالة زيادة بالمشروب نفسه، إنهم يستخدمون العسل. كذلك ممكن يدخلون العسل. فهاي من بعض الأمور اللي تطهر الجسم. طبعاً كثير نسمع عن الليمون بالنعناع، البرتقال تعتبر بعد السوائل هذه بعد مطهرة للجسم، ولكن تفادى اللي هي إضافات السكر بكميات كبيرة فيها. أو حتى لفظاً حنستخدم العسل. طبعاً الماء هو أهم شيء يعتبر أو له أهم دور، اللي هو طارق لسموم الجسم بما لا يقل عن 8 أكواب خلال اليوم. ما ننسى كذلك ان احنا بعض الناس تقول احنا ما نستصيغ الماء، يعني ان احنا نشربه دائما، فنقول دائما ذكروا عماركم فيه، واذا بتحطون فيه شرايح ليمون
او مثلا بتضيفون عليه شرايح من التفاح او حتى البرتقال بحيث انه يعطي نكهه للماء نفسه وتقدر تشربه، وبالتالي بيتخلص جسمك من سموم الجسم. عندنا كذلك ما ننسى الاعشاب الطبيعيه مثل البابونج، النعناع، المراميه والزعتر، وخاصه الحين مع تغير الجو يعني نوعا ما المشروبات هاي جدا مفيده للجسم. ممتاز. طبعا نحاول نعود عمالنا من غير اضافات السكر، وما ننسى دور الشاي الاخضر لانه هو غني بمضادات الاكسده كذلك، وان نحن نركز على البروبيوتيك. كثير من الناس تسمع البروبيوتيك، هو موجود في الزبادي، تعتبر هي البكتيريا النافعه اللي تدخل الجسم وتخلص الجسم من الجذور الحره والبكتيريا الخطيره في الجسم، بالتالي هو مفيد للجهاز الهضمي والامعاء بشكل عام. يعني دورها جدا مفيد انه يدخل في نظام غذائنا اليومي. ممتاز. طبعا وايد شيء احب اذكره بعد اللي هو الكركم. نحاول نحن نستغل الكركم دائما في اكلنا، او حتى في اثناء حتى لو ندخله باطعمتنا كاضافات، لان الكركم وبعد اضيف معه زنجبيل، هم الاثنين يقضيان على سموم الجسم بشكل عام. بالتالي مثل ما ذكرت هالاشياء كلها مثل اللي هي الاعشاب الطبيعيه، هاي بعد ترى دكتوره تساعد على تهدئه الاعصاب، وبالتالي تساعد على الاسترخاء والجسم بيشعر براحه، بنتخلص من الالام المستمره. يعني هذه اشياء هي خلاص صارت من ضمن حياتنا اليوميه. صحيح. نحن نحاول دائما نحن نتخلص من التعب المستمر، الارق، بحيث انه دائما يعني نطلع بنشاط وحيويه وصحه بشكل عام. صحيح. وفي زيوت الأوميجا 3 اللي موجودة في بذر الكتان والأسماك، يفضل نحن دائما ندخلها في أطعمتنا بحيث أنها كذلك تساعد على صحة الجسم. فهذا الإشي اللي حبيت أذكره. وكذلك عندنا الشمندر، ما ننسى أنه غني بالحديد والزنك. صحيح. ويساعد على خروج السموم من الجسم. كذلك الأناناس، الليمون، ومن الخضروات الجرجير، البروكلي، كذلك من الأمور اللي ممكن أو الأغذية ممكن ندخلها كذلك في طعامنا. يعني باختصار الخضروات لها دور كثير مهم في خلال يومنا، بحيث ان نحن ناخذ على الاقل 3 حصص من الخضروات يوميا، وهذه الطريقه اللي تخلصنا من سموم الجسم. ممتاز ممتاز. كفيتي ووفيتي ما شاء الله يا نجله. شكرا لك. وهذه معلومه كامله من اخصائيه تغذيه نجله درويش، تقولنا عن كيف نتخلص من سموم الجسم. وتشوفوا كلها اشياء طبيعيه، ما قالت اشتروا شيء من وسائل التواصل، شاي معين، كريم معين. صحيح. كل شيء من اكلنا اليومي، لكن نعرف شو ناكل عشان نساعد الجسم في التخلص من السموم. شكرا لك يا نجله حبيبتي، ونهارك سعيد. كل الشكر لكم. ونصيحه اخيره حبيت اوجهها، لا تستسلم لسموم جسمك، وتخلص منها بالغذاء الصحي وممارسه الانشطه الرياضيه لتنعم بصحه وسعاده. ممتاز. لا فضه فوكي يا نجله. شكرا حبيبتي. شكرا. نهارك سعيد. نهاركم اسعد. في رسالة تقول السلام عليكم أختي، أنا عن نفسي أشجع التطعيم الموسمي، لكن الأهل مثل ما تقول يأكلوني بكشوري، يقولون أني ضعف مناعة عند الطفل، أنا أشوفها أفضل من أخذ المضادات الحيوية، يا ليت حد يتكلم بخصوص الموضوع. أولا التطعيمات يا جماعة ما تضعف مناعة الطفل، هي ما تأثر على مناعة الطفل، المضادات الحيوية تأثر على مناعة الطفل. تطعيم الإنفلونزا يكون عبارة عن الفيروس نفسه، عشان نفهم كيف يعمل. الفيروس نفسه مضاعفينه ويدخلونه في الجسم، الجسم يبدأ يتعرف عليه ويكون ضده أجسام مضادة، بحيث لما يينا تطعيم لما يينا التهاب الإنفلونزا ما نتعب بنفس الطريقة. هل تنصحين دكتورة ناخذ تطعيم الإنفلونزا؟ نعم، أنصح الكل إنه ياخذ تطعيم الإنفلونزا، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا. أنا صراحة كل البيت مفروض ياخذه، كل البيت من عمر 6 أشهر للأطفال وطالع، طبعا كبار السن، الأطفال الصغار هذي لا أكثر لازم يأخذون، يعني نشدد عليهم أكثر، نعطيهم هم أول شيء وأخذوه في البداية. كيف نأخذ تطعيم العيادات يا دكتورة ندى؟ خذوا موعد عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على 800-342 أو عن طريق تطبيق دبي هيلث بوكينج، دخلوا وحجزوا موعد عند الدكتور عشان تأخذون تطعيم الإنفلونزا. لما نحجز موعد فنحن نقلل زمن الانتظار لكم أنتوا، وحرصوا توصلون قبل الموعد على الأقل بربع ساعة. ربع ساعة تكون داخل المركز، مو ربع ساعة بعدكم تدورون باركينج برا، وتوصلون عند الكاونتر على وقت الموعد. ما يمديكم تسجلون وتشوفون ممرضة وتدشون على الدكتور، دائما وصلوا قبل الموعد، تكون 15 دقيقة إلى 20 دقيقة قبل الموعد موجودين في المركز الصحي.
واحب انوه عن شغله يا جماعه بخصوص نظام المواعيد. طبعا الهدف من نظام المواعيد ان انتم نخدمكم بشكل افضل وبشكل اسرع وما تتريون فتره طويله. مثلا ممكن تروح اي مركز ساعه الذروه ممكن تري لين ساعه ونص، لان يكون ذروه وايد في متعاملين في نفس الوقت والكل قاعد يخدم المتعاملين، ما اتوقع ان يكون في حد قاعد ما يشوف حد مو مسجلين، الكل يكون يخدم. اذا صار تاخير وهذا متوقع في اي مكان، خصوصا ان احنا منظومه صحيه تقدم خدمات صحيه. انا دائما المتعاملين يقول لي والله انا ما اخذ موعد بس تاخرت، نرد نقول نحن نعتذر عن اي تاخير مقدما، لكن اذا صار تاخير فنحن دائما انا اقول احنا لا نتعامل معاملات ورقيه، هذه مو معامله ورقيه تعطيها تخلصها ولا بعدك يقدم المعامله، لا. عندنا مكالمه، اوكي عندنا، يا سلام، منو معانا على الهاتف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة ندى. أهلين. الله بالنور والسرور والسعادة، كفيتي ووفيتي الله يطول عمرك. ما تقصر أخي بمصبح، صباحك ورد. الله صباح العسل، الله يطول عمرك، نحن نستمد إيجابيتنا وفرحتنا، الله يطول عمركم الله يحفظك. الله يخليك، حياك الله بمصبح، تفضل. الله يطول عمرك على هاي النصائح الطيبة هاي واللي ترجع لإخواننا، والله يشفي ويعافي كل مريض الله يطول عمره إن شاء الله. آمين آمين. الله يطول عمره. وتحياتنا القلبية لأمو سهيل وأخونا أبو نوح وجميع الإخوان العاملين في مسجد بالإعلام وإلى وهيئة الصحة، الله يطول عمرك بدبي. ما تقصر بمصبح. من منبرك والله أنت حين أنا في ملاحظة وجهها، أولا في بداية البرنامج أنت وجهتي للاقتراحات والشكاوي وهالأشياء. نعم. ما في شكر، ليش الشكر؟ يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صحيح صحيح. نحن الحمد لله، نحن هذا منظر، هاي بلاد بلد السعادة والفرح ودائما إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله. والله يشفي ويعافي المريض. آمين. أستاذ ندى من منبرك أوجه تحية لإخواننا في هيئة الصحة بدبي، وخاصة قسم الصحة النفسية في مستشفى راشد. في اليوم نحن عندنا في جمارك دبي عمل التوعية بالصحة النفسية، وأشكر الدكتورة سامية خوري والدكتورة إيمان الجسمي وأخصائي اجتماعي كلينيك أول ندى الشحي وعاشب الرقاد الفلاسي وسميرة الحبشي، إخوان ما شاء الله يعني يوجهون الموظفين العملاء الموجودين في الدائرة هني، يوجهون أشياء يعني اللي هي تثقيفية بخصوص يعني ما شاء الله الأمراض النفسية تعرفين والقلق الوسواس، أقول هالوسواس ورثوا شبابنا عليهم هاي من يعني يزام الله خير على رحاب صدرهم وعلى اشياء يعني ترجع يعني يزام الله خير على التثقيف والانسان يعني هذا شيء يعني يستفيد منه اذا ما الحين يستفيد فيه ويسوي يفيد اهله وعياله يعني لما يطلع يعني من العمل، وهذا في كتيبات يوزعونها يزام الله خير ومبادرات طيبه وجميله يعني قدمها هيئه الصحه. تقريبا هذا الكلام يمكن من منبرك من سنتين ثلاث على نفس الحملة هاي، وكانت حملة جميلة والحين بعد ما شاء الله عليهم ناس متميزين ما شاء الله. ممتاز. وما يطلق وصل أقول لك هذا أنتم أهل التميز كلكم الله يحفظكم جميعا بدون استثناء دكتورة ردا. مشكور يا ابو مصبح والله، يعني هاي كلمات تنبع من القلب الله يحفظك يا استاذ ندى. لا أكيد أكيد الله خير. والله الحمد لله يا استاذ ندى، يعني والله صدق أن يعني أنتم قد ما تقدرون مجتهدين وعاملين كل الاسعاد لاخواننا المرضى الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله ويسترهم ان شاء الله جميعا ان شاء الله. ان شاء الله امين. وسموها سموها الله يطول عمرك، يعني خذنا من وقتهم. لا بمصبح هذا برنامجكم في النهايه، دائما نقول مذيع يسولف روحه على الهواء ساعه يستوي برنامج ممل. انتم المداخلات الجميله نفس مداخلتك الايجابيه هاي تتري البرنامج. اشكرك يا بمصبح، شكرا. تحياتنا. شكرا روحك الايجابيه. شكرا نهارك سعيد. فأنا حابة صراحة أشكر بمصبح، ما في كلمات توفي الإيجابية في صوته من أول ما يقول السلام عليكم ليه ما يختم المكالمة، إيجابية تشع من كلمات بمصبح. وشاكرة له وشاكرة أنه هو خذ من وقته واتصل فينا وقدم هذا الشكر. ترى الشكر يا جماعة ما يأخذ من وقتنا ثواني، لكن أثر الشكر هذا على الموظف يتم أسابيع لين قدام. أنا بنفسي شفت موظفين عندي تم شكرهم من متعامل، المتعامل كتب بس ورقة أو دخل اتصل في نظام في 8342 وشكر موظف بالاسم. صدقوني ليل أسابيع قدام تلاقي الموظف هذا مستانس ومبتسم ويذكر يقول أنا والله أنا وايد مستانس إن في متعامل شكرني. فخلونا ننمي ثقافة الشكر، يكون عندنا دائما أي خدمة حلوة حصلناها
نشكرها. وانا حتى المتعامل لما يجون عندنا في المركز لما يقول لي والله دكتوره احنا جينا هذيك المره وكانت الخدمه ممتازه وكان الدكتور ممتاز وكانت موظفه التسجيل، اول شيء اقول لهم ليش ما تقدمون لهم شكر؟ هل شكرتوهم؟ احيانا واحد ممكن ما يجي على بال انه يشكر، مع ان الشكر كلمات ذهبيه يعني تحفر لها مكان في صدور الموظفين. فتعلموا يعني تعلموا ان اهميه هذا الشكر. ممكن احنا نحس ان يعني هذا الشغله في النهايه، لكن لما هو صح عملنا كلنا احنا كله في خدمه المتعاملين ترى، لكن لما يطلع شكر متعامل ترى وايد ياثر في نفسيه هذا الموظف، يشجع يقدم اكثر، يحس ان الشغله في حد يقدره، هو شغلنا هو واجبنا، لكن لما نشكر عليه ترى وايد وايد يساعد احنا نقدم الافضل. راح نطلع ان شاء الله فاصل، ما راح أطول على الفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم عن الروبوت الذكي في الموارد البشرية مع الأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. وطبعا الروبوت تكلمنا عنه في الصحة وسعادة بشكل مختصر في المرات اللي طافت، بنتكلم عنه بإسهاب مثل ما يقولون، فابقوا معنا إن شاء الله ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل أن أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا روبوتك الموارد البشرية الذي يعد أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية لإتمام العديد من العمليات الإدارية، وذلك ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي وترشيد النفقات. بنتكلم عن هذا الروبوت الذكي، شو يقدم، شو الهدف منه، من الفئة المستهدفة، وباقي المعلومات إن شاء الله مع الأستاذة أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير اختي آمنة. يا صباح الورد، هلا دكتورة، ايش حالك؟ الحمد لله. انا بس عشان كنت اقول قبل الفاصل آمنة مع انها هي مديرة ادارة، بس والله اي وقت طرشوا لها مسج على طول ترد، حتى لو سؤال صغير، يعني هي مديرة ادارة، واحد يقول يعني بتحولك على موظف، على طول تجاوب وتحول وتتابع، فهذه شهادة حق فيك يا آمنة، يعني ما قصرتي، مثال ما شاء الله للمدير مدير الادارة. حدثينا يا آمنة عن نظام، عن هذا الروبوت الذكي. أطلقت هيئة الصحة بدبي خلال معرض جايتكس هذا العام مشروع روبوتك الموارد البشرية، والذي يعد أول موظف موارد بشرية ذكي من نوعه بين إدارات الموارد البشرية على مستوى الحكومة. تم تصميم الموظف الذكي على أساس الذكاء الاصطناعي، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يقوم بإتمام 15 إجراء من إجراءات الموارد البشرية الحالية. طبعا قام بترشيد نفقات وحتى جهد موظفين، يعني كانوا يقومون بهذا العمل 6 موظفين حاليا في الإدارة، الحين عن طريق الروبوتك تعمل الإجراءات بشكل حتى آني، يعني 24 ساعة في الأسبوع. شو الهدف من وجود روبوت؟ الحين الناس أكيد بتسأل بتقول 6 موظفين شو سويتوا فيهم؟ الناس كلها تخاف لما نجيب جهاز ذكي يقولك يعني استغنيتوا عن الموظفين. لا، أكيد صار في إعادة تدوير بعض المهام. صحيح. فخبرينا لما هذا النظام لما الهدف منه، وكيف شو استوى إعادة تدوير المهام مع موظفين آخرين؟ صحيح. إحنا يمكن هاي الإجراءات داخلية تمس إدارة الموارد البشرية، بس معنية بخدمات الموظفين، تقديم خدمات للموظفين. نعم. فهذا قسم من أقسام الموارد البشرية، عندنا قسم خدمات الموظفين فيه العديد من الإجراءات، نقول إحنا ممكن نقولها يدوية نوعا ما، يستخرجون التقارير من الأنظمة، بس عندنا كذا نظام يغذي هاي التقارير. للأمانة يعني يمكن كل موظف، أنا قلت يمكن 6 موظفين يشتغلون على أنواع التقارير هاي، حوالي 15 تقرير كانن. كل موظف ياخذ من 6 أيام عمل، فجهد كبير ياخذ. الحين ما شاء الله يعني 24/7 بشكل يعني on spot، بشكل آني، البيانات محدثة ودقتها 100%، يعني حتى ما فيها تدخل بشري، فعندك أنت يسرع في الإجراءات. إذا بنتكلم إحنا على الهدف، طبعا تسريع خدمات وإضافة يعني وتقديم خدمات بجودة أعلى حق الموظفين. الأشياء اللي تمسهم دكتورة، مثلا تحين بتين على وقت تعينك، عندك بنفت، عندك بدل تذاكر، عندك تحديث بيانات، فدايما يطالبونك الموارد البشرية حتى بياناتك. الحين الروبوتك اللي بيتم يخاطبكم،
يعني يمكن ابتدوا الموظفين يستلمون يعني رسائل من الروبوتك إن حطوا بياناتكم ويتم تحديثها في النظام. يمكن بعد بالنسبة للمسؤولين دكتور، أنت بعد ماسكة مركز من المراكز المهمة عندنا في الهيئة، تقارير حضورهم وانصرافهم، مخالفات الساعات دوام الرسمي من ناحية إدارية، يعني إذا بتشوفين الدوام ورقابة الدوام هاي بتيج على طول إشعارات بتي للموظفين وبتعقب بتتصعد على مسؤول مباشر. عندنا إحنا بعد كإجراءات داخلية كموارد بشرية اللي هم الإجراءات الأثر الرجعي، طبعا أهم شيء عندنا جزئية الرواتب، صح. هاي كانت تاخذ جهد وصراحة يعني جهد عميق من الموظفين، لأن تعرفين أنت رواتب شيء حساس، ففي أي غلطة منها تؤثر ويعني يضر بالموظف وسمعة الهيئة، صحيح. الحين الحمد لله عن طريق النظام هذا كله أوتوماتيك وسهلت المهام لهم. إحنا يمكن ابتدينا بجزئية بسيطة من ذكاء الاصطناعي في استخدام النظام هذا، يمكن إحنا بنينا القاعدة الأساسية. الحين في الأثر الرجعي ابتدى السيستم وبروحه يقرأ البيانات وبروحه يجلس يغذي النظام. قلنا المرحلة القادمة إن شاء الله من البرنامج بنبتدي في الشات بوتس، يعني عندك أنت لايف شات تسألين أي سؤال ويجاوبك الروبوت. ممتاز. فإن شاء الله يعني طبعا هاي كلها تسهيل لخدمات الموظفين، تعرفين أنت في خدمات الموظفين مزاياهم البنفت مالهم الأشياء يعني اللي متعلقة فيه كموظف في الهيئة وايد عند استفسارات، صحيح. فبيكون إن شاء الله هذا يعني بيكون مثل شات لايف طول الوقت مع الموظفين بشكل متواصل، فيكون مدى 24 ساعة الروبوت هذا شغال. الحين حاليا شغال 24 ساعة، ممتاز. بس المرحلة الجاية إن شاء الله بنشوف يعني مع الإطلاق بنشوف كيف الآلية اللي بنطبقها. ممتاز. أنتوا أطلقتوا هذا الروبوت في جايتكس، صحيح. والحين يعتبر مثل يقولون soft opening أو يعني صح مرحلة تمهيدية، يعني صحيح. متى تتوقعون بيدخل يعني 100% خلاص يعني تطبيق كامل؟ احنا تقريبا يعني شهر، يمكن بنهاية هذا الشهر الفريق الفني جالس شغال، يعني الملاحظات اللي تيهم من الموظفين اللي استلموا خصوص بالأخص الرسائل، في أشياء يعني ما فيها ملاحظات وفي أشياء ملاحظات بسيطة، صحيح. فتقريبا على نهاية الشهر الجاي بتكون خلاص يعني 100% إن شاء الله فعلا. هذا الروبوت له مسمى وظيفي في نظام الموارد؟ احنا سميناه روبوتك الموارد البشرية صراحة، بس يعني تعرفين انت احنا وفرنا يعني هي تعتبر مهام وظيفيه، فكأن انت موظف عندك، صحيح. اضافي في الاداره بالضبط. وبالخاص وظيفي بعد وفر هو له وصل لانه يسوي مهام، صح. ممتاز والله. ولا سميتوه لا اسم بينكم يعني سميتوه احمد خالد؟ لا لازم تسمونه اسم بعد، له وصف وظيفي لازم. النيك نيم داخلي بس ما نقدر نقوله على الهواء. شو يعني وجود هذا الروبوت؟ يعني هاي يعتبر مثل يقولون شيء جديد تماما، يعني موظف روبوت. هل في دوائر أخرى مطبقة هذا النظام؟ كموارد بشرية بعدهم ما طبقوا للأمانة، بس يعني إحنا عندنا حتى في الهيئة المالية مطبقين الـ RPA، هم تقنية الـ RPA اسمها Robotic Process Automation، تسخير يعني هم يقومون بأتمتة الإجراءات اللي هي بشكل ثابتة وبشكل روتينية، يعني تتكرر بشكل دائم، ممكن تكون بشكل يومي أو شهري أو أسبوعي. إحنا عندنا هاي المهام الثابتة، فالحين صراحة حتى عندنا توجيه من الإدارة العليا أن إحنا نشوف شو المهام اللي ممكن أن نسخر فيها هاي التقنية ونوفر فيها موظفين وجهد ونسرع ونزيد من كفاءة الخدمات. ممتاز. فشغالين الحين على المشروع هذا، بالإضافة بعد عدة مشاريع ممكن يعني نطور فيها خدماتنا إن شاء الله الإلكترونية. ممتاز. أختي آمنة، وجود مثل هالروبوت مثل ما قلتي يعني يقوم بمهام 6 موظفين أو 5 موظفين، كان يأخذ من كل موظف 5 أو 6 أيام عمل، شو بيكون تأثير على ساعات الموظفين وعلى التكلفة المالية؟ احنا من ناحية سعادة الموظفين مثل ما قلت لك خدمات، يعني الحين الخدمات أدق وبشكل أسرع، والتخاطب بشكل مباشر مع الموظف، يعني الحين ما فيه وسيط ما بين موظف الموارد البشرية المسؤول المباشر لين ما نوصل للموظف. ممتاز. يعني قناة التواصل استوت بشكل مباشر مع الموظف. الشغلة الثانية طبعا احنا في التكلفة، إذا بنتكلمين على 6 موظفين اللي كانوا يقومون بهاي حوالي يعني 1,000,000 درهم تقريبا بشكل سنوي. نعم. فيعني هذا كان الحمد لله توفير، ما نقول التوفير الكبير بس يعني كان توفير مالي بعتبر. بالضبط، صحيح. فهذه يعتبر منصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. الحين السؤال،
طبعا عشان الروبوت يقوم بهالمهام لازم في يعني تغذية معلومات. كم المعلومات تم تغذيتها داخل الروبوت عشان يقوم بمثل هالمهام، انه يتخاطب ويطلع ريبورتات وتقارير؟ فاكيد في جهد كبير كم عشان تهيئه هالروبوت قبل ما يدخل في نطاق التطبيق. صحيح، احنا صراحه عندنا الفريق الفني الداعم مع فريق تقنيه المعلومات، وكذلك بعد مساعده حكومه دبي الذكيه بعد ساعدونا في قراءه بعض البيانات، خصوصا انت يا تربطين عدد من الانظمه. صحيح. يعني عندنا انظمه في موارد البشريه وانظمه في الماليه، البدلات المزايا مرتبطه في المكانين، يعني في بدلات تكون بشكل شهري عندنا وفي بشكل سنوي تكون في الماليه. فالربط هذا اخذ فتره طويله صراحه، وهم اشتغلوا عليه كم شهر مش شوي. ممتاز. كانت جهود كبيره بس الحمد لله يعني تكللت بالنجاح الحمد لله. اختيامنا، وين تشوفين هالروبوت بيكون في المستقبل؟ يعني في مهام مثلا مستقبليه بيسويها، بتضيفون له مهام في وصفه الوظيفي، وين شو بيقدم اكثر بعد هذا؟ والله يعني احنا كموارد بشريه جالسين نشوف الحين، اذا بنتكلم على هاي نشوف ممكن نراجع المهام اللي فيها مثل ما قلنا، يعني هذا الروبوتك يشتغل على مهام ثابته. صح. مهام تتكرر بشكل دائم، ما يحتاج يعني انا اضيع وقت الموظف فيها، فممكن تسخرين فيها هاي الانظمه. صحيح. فممكن ان احنا نراجع المهام كلها، يعني ممكن كل اداره يكون فيها روبوتك. ممتاز. صحيح. يعني يقوم المهام المتكررة اللي ما تحتاج ان انا افرغ لها موظف او اعطيه موظف، بالتالي يكون في كفاءة في العمل اكثر. صح. ان اعطي الشغل اللي يحتاج مجهود بشري اعطيه للموظف. صح. الرسالة اخيرة حابة توجهينا اختي آمنة في نهاية هذا اللقاء. مشكورين، ما قصرت. وأنا صراحة أول شيء سعيدة أن أنا شفتك من زمان ما شفناك. من زمان دائما بشوشة ما شاء الله عليك. شكرا. بس بغيت أكد حرص إدارة الموارد البشرية هنا على تطوير خدماتها الإلكترونية تماشيا مع توجهات الحكومة اللاورقية. عندنا توجهات القيادة أيضا في هيئة الصحة ب يعني إعادة النظر بالموارد البشرية الحالية في الهيئة، ويعني إعادة توزيعهم بالطريقة الأمثل. فمثل هاي التقنيات بتساعدنا في حصر المهام اللي هي ممكن نسخر فيها هذا يعني النظام الإلكتروني. ممتاز. ونوفر فيها عدد موظفين. تعرفون أنتم تماشيا مع توجهات الحكومة في توفير وترشيد النفقات، لازم بعد إدارات الموارد البشرية تقوم بدورها الأمثل في إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل الأمثل. ممتاز. أنا شاكر لك أستاذة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، هذا اللقاء الجميل عن الروبوت الذكي في الموارد البشرية. لازم مرة نسلم عليه بعد، يزعل علينا باشي يقول ما حد سلم عليه بس نطلب منه طلبات. يعطيك ألف عافية أختي آمنة ونهارك سعيد. شكرا لك. من الروبوت الذكي في الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي بنروح للدراسة. دراستنا تقول اليوم، أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن إصابة الأم بالسمنة أثناء الحمل قد يؤثر على نمو الجهاز العصبي للطفل خلال السنة الأولى من ولادته. الدراسة تقول أجرها باحثون بجامعة هلسنكي في فنلندا، ونشر نتائجها في العدد الأخير من دورية في العدد الأخير من الدورية، أن واحدة من كل خمس أطفال قد يعاني في السنة الأولى من ولادته من عدم القدرة على التنظيم الذاتي بسبب ضعف نمو الجهاز العصبي. هذا يستوي في حالة الأمهات اللي يزيد وزنها كثيرا خلال الحمل. المشكلة ينجم عنها مشاكل مثل البكاء بشكل مفرط، مشاكل في التغذية، صعوبات في النوم، وتظهر على الأطفال مشاكل سلوكية وعصبية مثل فرط النشاط، صعوبات في التركيز، إضافة إلى ضعف الوظائف العضلية وضعف معدلات الذكاء وزيادة فرص الإصابة بالتوحد. الحين عشان يكتشفون العلاقة ما بين زيادة وزن الأم أثناء الحمل والتأثير على النمو العصبي للأطفال، هالدراسة رجعوا خلالها بيانات 3117 امرأة من مختلف مدن فنلندية ولدن أطفالهن في الفترة بين 2006 و2010. تم جمع البيانات الطبية حول وزن الأمهات خلال الأشهر الأولى من الحمل، وعما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل أخرى، ارتفاع ضغط الدم، سكري خلال الحمل. بعد 3 أشهر من الولادة أجابت النساء المشاركات في الدراسة عن أسئلة حول قدرة أطفالهن على تنظيم أنفسهن. تم إجراء عمليات تقييم ومتابعة لتقدم الجهاز العصبي لدى الأطفال من عام 2011 و2012. وجدوا أن النساء اللواتي يعانين من البدانة كان أطفالهن أكثر عرضة بنسبة 22%، أكثر عرضة لعدم القدرة على التنظيم الذاتي الذي ينجم عنه مشاكل مثل البكاء بشكل مفرط، ومثل ما قلنا مشاكل التغذية وصعوبات النوم مما يؤثر على الجهاز العصبي.
والدكتورة بولينا جيرتشينكو قائد فريق البحث تقول: توضح النتائج التي توصلنا إليها أن مشاكل السلوك التنظيمي في مرحلة الطفولة تعود جذورها إلى ما قبل الولادة، حيث يمكن أن تعود جزئياً للأمهات اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة. طبعاً إحنا لما نقرأ الدراسة أنا أدري في بعض الأمهات الحوامل ممكن أن تصاب بالهلع من زيادة وزنها أثناء الحمل. ما نباها الدراسة تبين للنساء أن كل زيادة في الوزن، كل زيادة وزن خلال الحمل معناها بيعرض طفلها للمشاكل قلنا عنها. كم زيادة طبيعية خلال الحمل؟ من 7 إلى 10 كيلو طول فترة الحمل. نباها صحح بعض المفاهيم الخاطئة عن موضوع الحمل، زيادة الوزن والرياضة أثناء الحمل. إلى الآن للأسف مع التطور الموجود مع حملات التوعية لا نزال نرى نساء تقول إن خلال الحمل لازم أنا ما أتحرك، لازم أنا ما أسوي رياضة، لازم أنا أكل أنا أبا، عادي أكل نص الليل أنا أبا، لأنه والله عشان الياهل ما يطلع فيه وحمة، ما يطلع فيه شامة، عشان والله خاطري فيه. هذه كلها نباها هالمفاهيم تتطور. ما في شيء اسمه حامل ما تمارس رياضة، حامل نظامها الغذائي غير متزن، معناه تطوف ريوق، تتغدى متأخر، عشاء آخر ليل متأخر، 3-4 مرات تتعشى. لازم نحرص أن نحن ننظم نظام الغذائي. في بعض النساء تعتبر فترة الحمل إجازة، لأن أنا بمعنى أكل أنا أبا ما حقدر يقول لي شيء، ليش؟ عشان أنا حامل وعشان ليال وشي. مو المشكلة مو بأن حد يقول لك شيء، المشكلة أنت ليش لصحتك وصحة طفلك، وهذا دائما نفكر فيه. ركزي دائما على هذه النقطة، شو الأفيد لي ولا طفلي؟ عشاء آخر ليل متأخر، والله الساعة 2 من الليل مشتهية على سبيل المثال برجر 2 من الليل، زين لو أنا أكلت هالبرجر مع الجبن مع البطاطا في 2 من الليل، متى بنام؟ متى بينهضم هذا الأكل؟ طبيعي ما بينهضم، لأن عملية الهضم تسوي بطيئة خلال الليل، عملية التمثيل الغذائي وحرق الأكل بطيئة خلال الليل. خاطرك فيه أكليه خلال النهار، خلال النهار يتم حرق هذه السعرات الحرارية، لا تأكلينها متأخر. خلال الليل حسستي بالجوع، اختاري شو بتاكلين. ممكن ترى الجوع بالعادة مثل ما يقولون يعني يكون مفهوم واسع، يعني هو جوع بالعادة ما يحدد شو تاكلون. أنا استغرب من يقول والله أنا يعانى، لا لازم أكل باستا في الليل، لأن الجوع يقول لي في الليل أكل باستا، هو جوع. أنت كيف ترضين هذا الجوع؟ هو هذا خيار ذاتي. وأنا أنصح دائما الأمهات تشوفوا أخصائية التغذية، قولوا لها مثلا ممكن أن أنت مثلا يخليك في الليل تصحي من النوم مرتين أو 3 مرات، أنت يعانى مع الحمل، كل جسم يختلف عن الجسم الثاني، شو ممكن أخذ خلال الليل؟ ممكن تعطيك خيارات، ممكن تقولك وضع شوية أخر العشاء عشان ما تيوعين في الليل وايد، وإذا نشيتي في الليل مثلا خلي مثلا جهاز في الثلاجة، صحن خضرة، لبنة، روب، هالأشياء اللي تفيدك تاخذين منها كالسيوم وفي نفس الوقت ما تزيد وزنك وايد. فخذوا نصايح أخصائي التغذية. أرد وأقول أخصائي التغذية إحنا كلها مفهومنا فقط اللي عنده سكر وعنده ضغط وغير هذا مو لازم نسير له. أنا أحس إن الإنسان لازم يكون عنده طبيب أسرة، طبيب تغذية، وحين حد يقولك لازم محامي بعد، هالثلاثة لازم يكون كل إنسان، طبيب أسرة، أخصائي تغذية، ومحامي، هالثلاثة لازم يكون عند في حياة الإنسان. لأن مع تطور العالم، مع الانفتاح في عالم المطاعم والوجبات السريعة وسهولة وصول أكل البيت، أحيانا واحد ما يعرف كيف ينظم، ممكن ناكل اللي في خاطرنا لكن بكميات محددة ما تزيد وزننا، ما ننظر منها. احنا الحين وصلنا نهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى ساعة على الهواء. اشكر كل من تواصل ويانا، كل من طرش لنا مسج، وان شاء الله نكون استفدتوا من حلقتنا اليوم. شكرا لك ابو نوح مع الاخراج، واميرة المري كانت معي اليوم في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. الى ان القاكم ان شاء الله في حلقة جديدة، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.